مع كل عيد أضحى تبرز إشكالية أين يمكن التخلص من جلود الأضاحي ولماذا لا يستفاد منها بتصديرها إلى الخارج أو إلى المصانع إن وجدت داخل البلاد. هذه خسارة للدولة والمواطنين، في اللي ما قبلش حصل الحول متاعه وينزل منزل زي هذا حرام حتى عند ربنا سبحانه وتعالى. ننصح المسؤولين بأنهم يجدوا لنا فرصة في الموضوع هذا أو حل فوري في الموضوع هذا. رجال الحرس البلدي يحثون المواطن على وضع جلود أضحيته هاهنا لتنقل لاحقا بواسطة شاحنات شركة الخدمات العامة. المكب مقفل من قبل العيد بأربعة خمسة أيام، ففي كارثة بيئية جاية لمدينة طبرق. نتمنوا أنه يعني ينقذوا الوطن ومواطنيه، ونتمنوا أنه يعني صاحب المكب يكمل بجميلة مع اللي بيين ومع هالوطن ويخلي المكب مفتوح نتحل هالأزمة هالمادة ويعطوه فلوسه بإذن الله. ونحن يعني فخورين أنه وعد ولد بلادنا فتحنا مكب وبدنا نكبوا فيه في قمامتنا وحللنا مشكلة. نقول لك أنت على رؤوسنا من فوق، واللي درته شيء كبير كمل به من أجل هالعجائز وهالشياب وأبناء المدينة. خالد محمود، قناة 218 نيوز، طبرق.